Calma, Ferdi. Pronóstico. 1-0 ou 3? 3. 3-0. 3. Cabo Verde 1, Marrocos 2. Cabo Verde 2, Marrocos 1. Cabo Verde só tem jogo com Marrocos. Cabo Verde. لا صوت يعلو على صوت القروش. المنتخب الذي يضرب طوقا من السرية على استعداداته للمباراة يعلم أن أزيد من 15,000 مناصرا قد تمت تعبئتهم بشتى الطرق لمساندة رفاق هيلدون في المباراة التي سيحتضنها الملعب الوطني ببرايا يوم السبت المقبل. الكاب فيردي سيفوز بهدفين لصفر، إنه منتخب قوي يفوز دائما بالملعب الوطني، لقد تعودنا على تحقيق الانتصارات على أرضنا منذ زمن بعيد. Je souhaite pour le Cap Vert que ce soit le Cap Vert qui l'emporte. Le Maroc alors. Bah écoutez, il joue très très bien, mais comme nous sommes au Cap Vert, on supporte le Cap Vert aujourd'hui. Le sélectionneur du Maroc, c'est un Français, c'est Hervé Renard. Oui, qui a été sélectionneur de Cherbourg, ville d'où nous venons. C'est-à-dire voilà. Le Maroc qui va gagner, qui doit gagner. Ah, on va vous faire plaisir. Match nul. Je pense que ça va être un match difficile pour nous, vu que vous avez des grands joueurs qui jouent dans le championnat européen. Et bon. Le Cap Vert, il faut dire aussi qu'on a des bons joueurs qui jouent, pas dans les grandes équipes, mais bon. Et collectivement, on est une bonne équipe. ونحن نتجول في حواري العاصمة. ابن النضور مرزوق الذي جاء خصيصا من فرنسا أين يقطن لمساندة أسود الأطلس يعيش وضعا خاصا رفقة زوجته التي تعشق إلى حد الجنون منتخب الرأس الأخضر. مغربي ولكن الزوجة ديالي كاب فيرديان. ما عنديش التوني ديال المغرب داير الدرابو ديال الكاب فيرت ولكن انا ديما مسيبورتي المغرب حتى الموت ولا بد. كيفاش كتسناو الماتش ديال المغرب خلاص الماتش غادي يكون شويه صعيب ولكن كنتمناو الانتصار خصنا الانتصار ولا بد. De toute façon, nous sommes en couple, alors on va pas se bagarrer. Dans le jeu aussi, on se bagarre pas, mais j'espère que ça gagne le meilleur. Voilà, c'est ça, j'espère. عملية بيع التذاكر انطلقت الأمس في عدد من نقاط البيع بالعاصمة والجزر الثمانية المأهولة بالسكان يعلمون أن منتخبهم الوطني على موعد مع مشاركة أخرى بالكان ولو أن خصمهم هذه المرة هو منتخب أسود الأطلس الذي يبحث عن استعادة هيبته بالقارة الإفريقية مع هيرف رانار. لقد اقتنيت تذكرتي بما يقارب 6 يورو أعيش بهولندا منذ سنوات وأعرف عدة لاعبين مغاربة أظن أبرزهم كان مصطفى حجي. Sentinela do mar e vento irreverente. هنا تتم عملية بيع تذاكر مباراة المغرب والكاب فيرت في إطار التصفية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالغابون. ما يقارب 15,000 من الجمهور الذي من المتوقع أن يحضر المباراة. وهذه هي تذاكر مباراة المغرب الكابو فيردي التي تستهوي عددا كبيرا من سكان هذا البلد المعروف بشغفه الكبير بكرة القدم. لكم تحيات بعثة قناة رياضية من برايا. وبالأمس كان لوسائل الإعلام الوطنية أول خروج رسمي للفرنسي إيرفي رونار منذ توليه منصب